أنا عمري 11 بس بحس حالي عمري 100. أخي الصغير ما بيقول لي أختي، بيقول لي ماما. حسب الشيء الحال اللي نحن فيها، يعني بدعين أهلي، بدعين أخواتي، يعني ما لهم غير يعني كبيرة. بحس اوقات اكبر مني، لانه انا اوقات هي بتعطيني نصائح الي. وقت مثلا بيجي على البيت بشيل المسؤوليه عنها، بقول لها يلا ماما الله يعطيك العافيه، فوتي هلا انت، بدي اياك تسبقي الكل. جزء من طفولتي، بس يعني الجزء الآخر يعني هو مثل التعليم، مثل الدراسة، مثل تأسيس المستقبل، لا ما رح يقاس. يعني الحرب صار لها 9 سنين يعني ماشي، صار كتير تغيرات بالوطن، مدارس تهدمت، بنايات تهدمت، بيوت تهدمت، ما عاد في يعني يا دوب في أماكن للمعيشة. أنا متفائلة لمستقبل حلو ولحياة حلوة، أنا عم بتخطى الصعوبات اللي عم بمشي فيها. إيه كتير بتخيل، بعد بصفهم بيني وبين حالي، بتخيل إنه كيف أنا طايرة فوق السما. بحس حالي انه يعني شعور كتير حلو، يعني مثل عصفور وعم يطير.